الشمس غذائي. في غابة خضراء جميلة خرجت نحولة تطير بين الحقول. السلام عليكم يا صديقتي الزهرة، أهلا بك يا نحولة. لا أرى عليك علامات النشاط، هل أنت مريضة؟ منذ يومين لم أتعرض لأشعة الشمس. وما دخل الشمس بصحتك؟ النبات يعتمد على ضوء الشمس ليكون غذاؤه، وهي غائبة منذ يومين. لا تقلقي، أنا ذاهبة لأكلم الشمس. يا شمس، أين أنت؟ أنا هنا. ماذا تريدين يا نحولة؟ النباتات بحاجة إلى ضوءك لتصنع طعامها. الغيوم تمنعني من إرسال أشعتي. أنا سأكلم الغيمة. أرجوك يا غيمة، هل سمحت للشمس أن تشرق من جديد لننعم بأشعتها؟ اذهبي من هنا وإلا. أرجوك أيتها الغيمة، لقد أثرت غضبي. أرعدت الغيمة وأمطرت بشدة. تحولت الغيمة إلى مطر حتى أشرقت الشمس سعيدة بعودتها. أشكرك يا نحولة. يا الله، أنا بحاجة إلى 100 دينار. 100 دينار فقط، وأنت الكريم، لا أقبل أقل من 100. سأنزل له 99 دينار لأرى ما يفعله. يا إلهي، ما هذا؟ حزمة من النقود. إنها 99 دينار، وأنا طلبت 100 دينار. لا بأس، يبقى نطلب دينارا واحدا وهذا يكفي. يا جحا، أعد علي المال يا جحا، كنت أمزح معك. هل تعلم إن الكنغر الرمادي يتمكن من القفز عالياً أكثر من 3.5 أمتار وأكثر من 13 متراً عرضاً، وذلك في قفزة واحدة؟ هل تعلم أن 15,000 طن من النيازك الصغيرة التي يبلغ حجم الواحدة منها حجم حبة الرز تدخل جو الأرض يومياً؟ وهل تعلم أن قلب الإنسان في نهاية عمره يكون قد ضخ من الدم ما يكفي لملء 13 ناقلة نفط عملاقة، حمولة كل منها 1,000,000 برميل؟ قسما قسما نمضي قدما نروي كدما